أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: أنا امرأة أحضر الدروس في هذا المسجد، وأحضر معي لعبا صغيرة لابني الصغير لألهيه بها، هل هذا جائز؟ وما رأيكم بمن يحضر القهوة والأكل في المسجد؟ أما إحضار القهوة والأكل في المسجد، القهوة لا بأس، والشراب الذي ينشط الحاضرين والشراب لا بأس به، أما الأكل فلا داعي له ولا حاجة إليه إلا لإنسان غريب، إنسان غريب ليس له أهل، فيجوز أن يحضر له طعام في المسجد وأن يأكل في المسجد. أما الإنسان الذي له بيت فهذا إذا ذهب إلى بيته يأكل ولا يحضر الطعام في المسجد. أما الشراب فلا بأس به، قهوة أو ماء أو غير ذلك لا بأس به. وأما اللعب إن كانت على شكل صور فلا يجوز إحضارها، ولا يجوز تربية الطفل عليها، لأنها صور محرمة. أما إن كانت لعب من غير الصور فلا بأس بذلك. نعم.